بنعدي انفسنا بنعدي اهلنا بالدين اللي فعلا ما فينا نقول الا كان شهيد شهيد لقمة العيش شهيد لحتى يا ربي اطيله هذا الامر اللي حصل حقيقه كلنا نعتبر هذا اليوم اللي حصل كان يوم حزن وفعلا كان حزن على عكار كلها سوا كانت متاثره جدا كنت انا بتعرف وعايش بين اهلي وبين اخواني كانت الدمعه على كل عين امراه كان في غصه عن كل رجال موجود على الساحه العكاريه فكنا كثير متاثرين فنحن يا اخوان هلا جينا بمعيد اهلنا بالسهل اهل عكار اهل الخير اهل الشهامه جينا نقف على خاطركم جينا حتى نقول كل كلمه طيبه باتجاه العيله الكريمه باتجاه الضيعه الكريمه فما فينا الا نضل على تواصل لانه نحن لغه السهل كنا عم نحاربها قبل ما يدخل هذا الامل ولكن الله يسامحهم الله يسامح كل انسان قام بهذا العمل وخلي نقول لغه محاربه السهل بلشت من اهل لبنان ما اخذوا رايه السهل بالعكس هذه الاستقبال بدل على الاستيعاب وعلى الصدر الواسع على القلب الكبير ولحتى تكون مناره لكل العكاري انه نحن لغه السهل لازم نحاربها ابتداء من هذا المشكل اللي صار والجريمه اللي وقعت والشهيد اللي راح اللي هو فعلا بعتبره انا شهيد كل العكاري بكل وطن كل العكاري وكل الوطن كمان فالله يرحمه ومشكور على الاستقبال الطيب مشكورين مشكلة كل الاخوه اللي نحن جينا نحييهم الله يعطيكم العافيه شكرا.